Beautiful ladies and welcome back to my channel. I miss you guys. ما ديما توحشكم بزاف بما انه واحد الفيديو اللي غادي يكون different. اليوم غادي نحضر واحد الاوبننج ولا واحد اللونش ديال واحد البراند ديال واحد صديقه ديالنا. الوغ هذه البنت يلاه غادي تحل واحد البراند ديالها ديال جولري. انتم عارفين انا شحال تنحماق على لي زاكسيسوار, سو بما انه عندها اللونش ديالها اليوم وغادي يكون واحد البراند اللي هو سوبر لوكسوريوس, يعني بالدايموند والجولد الذهب والدياموند داكشي. سو انا قلت ضروري خصني نحضر اللونشين ديالها. وي ار انفايتد انا وكابل اوف اذر انفلونسرز اللي كاينين هنا, ومنهم ميزه اللي هي دي للاسف ما غاديش تقدر تحضر معنا اليوم. يلا اعتذرت دابا شويه لانه بدات تجيها الوجيعات ديال الولاده, ومن هنا بغيت نقول لها الله يسهل عليك ان شاء الله. هاد النهار الا كان اليوم هو نهارك الله يسهله عليك ان شاء الله, ونشوفوا دلرة حمدان بصحه جيده, وانت ان شاء الله حتى انت تكوني بصحه جيده. سو غادي نمشيو اليوم باش تعرفوا على هاد البراند الجديد ديال هاد البنت ديال لي زاكسيسوار, ومن هنا معايا النهار حتى هو نشوفوا من بعد. انا ما عرفتش من بعد شنو عندي شنو غادي ندير, ولكن انيوي غدوزوا معايا النهار وغادي نشوفوا شنو غادي ندير. يا اما غادي نرجع نشوف صحباتي يا اما غادي ندوزوا, المهم غندوزوا هو نهار طويل معاهم اكيد مع البنات اللي غنتلاقاو معاهم دابا. فوالا قلت ناخذكم معايا سيسيغ باش ما نغدرش عليكم. سو بما وصلت تما مازال عندي واحد 5 دقائق غادي نهضر معاكم فيها بالنسبه للموضوع اللي هضرت معاكم في الفيديو اللي فات اللي هو موضوع الاجهاض اللي وقع معايا مؤخرا اللي هي ميسكاريج. للاسف عرفت بلي بزاف منكم اللي وقع معاهم نفس الشيء وكيدوزوا من نفس الاكسبيريونس وداك الشيء. الوغ قلت علاش لا, سولتكم واش تبغيو ديروا لايف ولا تبغيو فيديو. بزاف الناس اللي بغاو لايف وبزاف اللي بغاو فيديو, ولكن بزاف الناس اللي قالوا لي سي ميو ديري فيديو لانه في الفيديو على الاقل تقدري تمسحي وتقدي وديري اللي بغيتي, لانه انا عارفه هذا موضوع جد حساس, وانا عارفه راسي ما غاديش نقدر نهضر معكم فيه من غير ما نبكي ولا شي حاجه. الوغ احسن حاجه هو يكون فيديو, على الاقل فيديو نقدر نمسح فيه شي حوايج الا بكيت ولا شي حاجه. سو قررت باش غادي ندير لكم فيديو, فان شاء الله الفيديو الجاي غادي يكون نهضروا فيه على هذا الموضوع, نتناقشوا فيه, نشوفوا شنو هما الاشياء اللي كتسبب الاجهاض, كيفاش ديري بالك على صحتك, كيفاش تجاوزي هاد ليكسبيريونس ولا هاد الشيء ديال الاجهاض وزعما بطريقه زوينه وما ياثرش فيك بزاف. ففوالا ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نهضروا على هذا الموضوع اكثر. دابا قربنا نوصلوا هاد البلاصه اللي غادي دير فيها البنت لونشينغ, كاينه هنا في الجي ال تي, سو قريبه ليا بزاف. الوغ قربنا نوصلوا, غادي نوصلوا تما نعاود نصور لكم. الوغ نشوفكم عند البنت. baby don't just like me to mess up a good thing, another night ruined, I don't even know when we Hello. So وصلنا البلاصه اللي انا فيها, بغيت ندير لكم كويك اوتفيت اوف ذا داي. سو اليوم كلشي برعايه زارا, هذا من زارا, هاد البانتس وريت لكم في الهول اللي فات ديال زارا, والبلايزر حتى هي من زارا, وهذا من سنتر بوينت الماسك. سو ذاتس ات. باي ذا واي هاد الثينغ ذاتس ديما كيقولوني عليهم من رايبان, اند ذاتس ات. يلا وصلنا. فوالا كما كتشوفوا جميع الانفلونسرز واش جينا عندنا, وهذه هي اول حاجه غنوريكم السميه ديال البراند اللي هي صديقه ديالنا اللي سميتها تويبا. سو اند ذن غادي نوريكم بيسز ديالها والاكسسوارز ديالها. المهم هذا هو الاوفيس اللي هو سوبر نايس, حبيبه ديالي غزلان هندا او سافا هيكو اي لاف يو ليلى. ليلى الحمد لله لاباس عليك. غنجيبها لكم هاد المره, نجيبها لكم. عندنا دينا والبنوته ديالها. Every day, baby, don't run away. Baby, don't go away.
فوالا هذا هو البرند ديال الصديقه ديالي اللي قلت لكم وهذو هما البيوتيفول بيسز ديالها. سو هاي امل ثانك يو سو ماتش فور كامينغ. سو ذيس از مي تويبا اند اونر اوف ذيس براند. ذيس از ماي فيرست بروجكت. ان شاء الله امل غادي تحط لكم اللينك ديال الصفحه ديالي في الانستغرام ومرحبا بكم. خصني ضروري نحط لكم اللينك ديالها لانه صراحه البيسز اللي هي مقدمه وانا عارفين شحال كحماق على الجولري وعلى كلشي البيسز ديالها بالذهب الخالص وبالدايموند فور ايفري داي وير يعني حاجه ناعمه ومكسوره جولد ودايموند فوالا يعني داكشي اللي عندها داكشي اللي مودرن اللي تقدري تلبسيه كل نهار ماشي بالضروره داكشي الحضور وداكشي ومامتو عندها حوايج اللي هما كتشوفيهم يعني كياخذوا من الكلتشر اللي هي الكلتشر ديال هنا البلاد اللي حنا عايشين فيها بطريقه مودرن يعني تقدر كلشي يلبسوه. انا حاولت ندير ميكس ديال 3 كوليكشنز فين حطيت الافكار ديالي كامله يعني ون اوف ذا كوليكشنز كانت بيز بالكيرز او لولو. طبعا انا ماما صراحه اكثر وحده كتحب اللولو دائما كتتفائل باللولو فدرت كوليكشن خاصه باللولو ودرت كوليكشن ثانيه اللي هي سميتها عديجه كوليكشن هذه سميتها بسميت اختي وحبيت فيها ميكس ديال التراث الاماراتي يعني الجولري ديال التراث الاماراتي مع واحد التاتش ديال المودرنيتي وعندي الكوليكشن الثالثه اللي هي درت فيها سميتها سيفتي بين كوليكشن اي لاف ات ودايموند وا اي لاف ات ان شاء الله تدخلوا عندي لاباج وشوفوا سبورت مي ان شاء الله ضروري بنت عندنا مغربيه وحنا عارفين كيفاش كنبغي نسبورتيو بعضياتنا فهذه بنت مغربيه واول بروجي ديالها هنايا فضروري شو هير سم لاف اند سبورت ثانك يو ملا ماي فيفوريت شير gorgeous people. So كما كتشوفوا وصلنا للاوفيس تلقيت مع جنيتا بزاف ما عارفين كنتلقى مع الناس صراحه ما كنسول لكم حتى شي حاجه لانه كنبقاو نهضروا 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 سو انا كما شفتوا هاد المغربيه هي كبرات هنايا في يو اي ولكن مغربيه وهذا اول بروجي ديالها اللي هو واحد البروجيكت صراحه اللي زوين تشرف اوف كورس صراحه انا اي مغربيه كنشوفها تدير شي حاجه شي بروجي باغا تزيد براسها القدام شي حاجه انا لاف تو سبورت هير ان شاء الله تكونوا كلكم نتوما بحال هكاك هكا كنزيدو بحياتنا قدام يعني من الاخر قد ما انت كبرتي بشي بنت ولا عاونتيها ولا دفعتيها باش دير القدام قد ما الله غادي يعاونك حتى انت في المستقبل ان شاء الله تكونوا نتوما نيكست ان شاء الله نتوما اللي كتشوفوني دابا تكونوا نتوما الناس الثانيين اللي غادي تكونوا حتى نتوما بمشاريعكم وباموركم ان شاء الله حتى نتوما نعاونوكم سو ذات ات كنا كنقولوا بلي ميزه ما غاديش تجي لانه كان جاها شويه الوجعات ولكن الحمد لله يعني الحمد لله اللي هي مزيانه والبيبي مزيان ولكن باينه غادي تجي لانه ما غاديش تولد اليوم سو تقدر تجي في اي اوكي اختاروا انتم شنو بغيتوا اللون انا حيت رجويه غادي ناخذ هذا دابا الوداد ديالي كلهم غيطلعوا ليا كلشي الوداد ديالي غيطلعوا هالو بيوتيفول عندنا اسيا وذ بي اوف سناكس ما عرفتش انا وحده ناخذ ولكن نحتاج كامل الحبيبه ديالي اي خليك ليلي ثانك يو بيوتيفول انا ذا بيوتيفول جيرل ثانك يو اوكي انا اخترت ثانك يو دابا تنصور لكم غير الماكله بحالي تنجي غير ناكل والله فما تنجي تبقى تصور لي خليت هذه خليت اوكي ان الان ناخذ اللون الاخضر حتى انا رجعي عاود ثانك يو بيوتيفول جات بيوتيفول ميزه الحمد لله على سلامتك كنت كنقول لهم باللي راه تقدري اليوم لانه جاها وجيعات الحمد لله شي ميدت الاخ حمدان ما صبرش علينا باغي يخرج دغيا باغي يجي للتجمعات صافي قريبا ان شاء الله غادي نشوفوا اللي ربايبي دابا هي جالسه معنا الصراحه وفيها الوجع هادي راه من قبيله حنا كنقولوا يعني مخلين فول اتنشن تنقولوا راه لا ولدات غنولدوها حنايا انا بعدا عندي ليكسبيريونس فما تخافيش يعني اويل تيك يو ان سيف هاندز انا عندي فول ترينينغ ف وهند حتى هي عندها ليكسبيريونس معولين عليها هندا معولين عليها فهي فيها الوجع باي ذا واي والله الا دابا جالسه معنا وكل دقيقه تدخل التواليت لانه فريمون فيها الوجع ف مسكينه الوجع داكشي علاش مشيت الصباح ان شاء الله رسول الله الى جا الى جا سيدنا محمد اللهم عز العلي Yeah.
شاتنا اسيف الصغرى مبروك مبروك يا حالة قلبي مبروك 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 يا حالة قلبي مبروك ايه ان شاء الله يا شباب اوكي ليتس جيت بليز ديري سبيتش لنا اجي وقالك ليتس جيت بليز هاي بقى باي ذا واي اللي كتهضر هي هادي ها هي اللي تدير هادشي اخيرا غادي نقدر نوريكم فول اوتفيت شوفوا فوالا هاد الشوز الناس اللي غادي يسولوني على هاد الشوز كنت خديتهم من الدو ولكن جد جد قديم هاد البانتس وليتهم ليكم ديال زارا هذا حتى هو من زارا والبليزر حتى هي من زارا اي فوالا هذا هو الاوتفيت ديال اليوم انا ميزاغي كتغبر كتخلعني مسكينه الدعوه ديالكم الميزا لانه صراحه هذه هي هي اليوم الدقائق الاخيره صافي خداش ما فات جسمنا خلات كتدخل يعني غير تيكون مره نشوف ما قدرت يلا الله يسهل ان شاء الله وتكون فرحت بشي شيء ان شاء الله حتى الحمد لله يا الله يخليك في البداية الله يفرح يا ربي كل هدية يعطيها كل خير يا ربي شكرا واش عندك ديك الخديه الكبيره دناش قلتي لي كامل وهي مرتاحه اكثر من عندك جنبي اليسار جنبي اليمين العظم هذا عيالي صافي وليت العظم طاب مسكين اكثر ما كنعرفش عليه على اليمين اليسار مستحيل لان مع القلب كنطيح هكا كنحسها تخنقت شكون ندير الله ما بقى الخده هي اللي عزلت قبلني شكون قلت هي هلو انا يم باك to my house finally انا لاحظت بلي انا واحد الانسان الصراحه جد بيتوتيا وكيعجبني الدار ديالي كيعجبني نرجع للدار يعني امبوسيبل نقدر ندير اكثر من حاجه في النهار يعني كتكون عندي وان ايفنت صافي اي هاف تو جو باك هوم باش يلا نرجع للدار ونرتاح يعني سوري اللي كنقدر ندير اكثر من حاجه في النهار حيت فريمون كيعجبني نرجع للدار ناخذ القهوه ديالي ولا ناخذ اتاي ديالي ونبقى هكا غير نتفرج في نتفليكس ندوز وقيت مع بنتي اوف كورس اما الا كان راجلي في الدار ما كنديروا حتى شي حاجه اوف كورس كندوز النهار كامل كامل غير مع راجلي سو داكشي علاش المهم كملنا الايفنت ديالنا الحمد لله كلشي داز زوين بزاف داز واحد الايفنت اللي تلاقينا مع بزاف البنات كما عارفين نتوما هاد البنات كلهم انا يلاه تلاقيت معهم مؤخرا في الجامعه ديال ميزا بلوغ And this is the second time اللي كنشوفهم وتبارك الله عليهم they're all super super nice super humble super elegant so عجبوني بزاف طريفين حاجه وحده صراحه اللي كانت خلعانه هي ميزه لانه كان فيها contractions كان فيها الوجع ديال الولاده سو كانت كل دقيقه تدخل التواليت and I was really freaking out كان كيسحب لي عندك تولد هنايا مي صراحه I have experience لانه training ديالنا ديال Emirates كان كيقول لك كيفاش دير تولد هذا اون بليس دو سا انا ماما ساج فام يعني عندي الاكسبيريونس لك كنت صراحه واجده باش اليوم انا نستقبل حمدان ولكن ما ولدتش المره الجايه ها المره الجايه بيبي anyway, اي وحده فيكم حامل شي حاجه تعهد عليا انا لما تكون قريبه الولاده باش انا ان شاء الله نولي مولده غادي نمشي نحيد هذا الميك اب ندير سكين كير ديالي غادي ندير شي ماسك وغادي ناخذ قهوه لانه صراحه بغيت قهوه غناخذ ديكاف اللي ما فيهاش كافيين وغادي نجلس نتفرج شويه البارح درت واحد الموفي صراحه اللي خاصكم تفرجوا فيها الناس اللي كيبغيو هورور موفي افلام ديال الرعب الحالي تفرجوا في دون ليسن الناس ديال انستغرام كانوا كيسولوني البارح سميتو دون ليسن هذا صراحه واحد الموفي اللي صراحه كتقتل بالخلعه فريمون كل ما جاش بدل بقيت كنتخبى ورا كنت بالخلعه سو فوالا غادي نمشيو دابا نغكيو هادشي كامل ونديرو واحد شويه ديال بوب كورن ونرجعو نتفرجو شي موفي تيخلع صراحه ما عرفتش علاش كيعجبوني هورور موفي صراحه it's not good ملي كنت صغيره صراحه وانا كنتفرج هورور موفيز لانه ماما كانت كتبغي هورور موفيز بزاف ما عقلتش واش عقلي كان ام بي سي كل شي حاجه كان شي حاجه اللي كيديروا فيها هورور موفيز بزاف وكنا كنتفرج منهم ماشي ام بي سي كان شي ما عقلتش المهم شي حاجه اللي كنا كنتفرجوا فيها هورور موفيز انا وماما من تما صافي بقيت كن واخا بدل ما كيحملش الهورور موفيز ولكن انا مدمنه على الهورور موفيز فوالا نمشيو نحيدو هادشي وغادي تشوفوني في الفيديو الجاي ديالي ان شاء الله غادي يكون جوج لي فيديو كل مره نقول لكم فيديو جاي غيكون ديال اوردينري الفيديو اللي من بعده
100% sure غادي يكون ديال ordinary. ومن بعد غادي فيديو اللي غادي نهضروا فيه اللي غيكون مناقشه على موضوع الاجهاض وكيفاش نتجاوزي الصعوبات. صراحه ما غاديش نهضر غير موضوع الاجهاض، ولكن انا نهضر لكم على كيفاش نتجاوز اي صعوبات ولا اي حاجه وقعت لكم في حياتكم واثرت فيكم. نتمنى يكون عجبكم الفلوج ديال اليوم. I love you guys so much and I will see you in my next video. Ciao.